طبعا التحالف اللي احنا الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بتشارك فيه النهاردة هو يعني جزء من نشاط الدبلوماسية الطبية. هي الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية هي يعني الذراع التنموية للحكومة المصرية، لها دور كبير من إنشائها في 2014 في عدد من المجالات، لكن دايما المجال الطبي كان بيشكل أحد أولوياتها. وبالتالي إنشاء هذا التحالف اليوم هيساهم في تدعيم نشاط الوكالة. الوكالة تقدر توسع أنشطتها بالتعاون مع جهات مصرية أخرى، سواء وزارة الصحة أو الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص. طبعا أنا بعتبر أن القطاع الصحي هو أحد القطاعات الهامة التي يجب على الحكومة المصرية المساهمة فيها في أفريقيا، لأن إنسان بدون صحة جيدة لا يستطيع المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وبالتالي احنا النهارده كمصر وكهذا التحالف ان احنا بنساهم في هذا المجال، احد المجالات الاساسيه والرئيسيه للتنميه. زي ما انا قلت في حديثي جوه انه الهدف الثالث من اهداف التنميه المستدامه بيتكلم عن صحه جيده للجميع، وبالتالي احنا النهارده نساهم في تنفيذ هذا الهدف وتحقيقه في القاره الافريقيه. مهم جدا. الوكالة لها أنشطة في جميع المجالات، مش بس المجال الطبي، بس في المجال الطبي احنا عندنا قوافل طبية باستمرار، عندنا خبراء طبيين موجودين في أفريقيا، عندنا تجهيز مستشفيات ودعم للمستشفيات، ولنا بعض الأقسام والمستشفيات والمراكز الطبية في أفريقيا بنعمل من خلالها كدبلوماسية طبية في دعم العلاقات المصرية الأفريقية.